واش تلريتاش؟ ماما شريت لك ماماك؟ ماما شريت لي بولو. حنا تقديت لادان فخضه ديال لادان ديال البن فخوماج، مازال نزيد نتقدى. شوفوا هذه مشترياتي، شريت دانون شوكولا، شريت فرماج، شريت واحد بون تيم شامبوان، هذا واحد دانون شريته كبير، شريت الفريز، واحد اللبن، ربعه ديال دانون، واحد الفخضه ديال لاداند، وهنايا شويه ديال التيبان. المهم هذه هي مشترياتي، غندير هاد الدانون في الثلاجه، شامبوان غنديرو في الحمام، وبقاو معايا حتى نوجدو شي وصفه سهله ناكلها انا وبنتي في العشيه. حنا راه طيبنا الغدا قبيله وتغدينا ومصورتوش، يلا بقاو معايا. اوكي احبابي، غنحتاجو واحد الكيك ديال الشوكولا، غنحتاجو هنا واحد الفريز انا غسلته، ها هو الفخيز انا غسلته، غنحتاج ثلاثه ديال الفرماجات، المهم هادشي نحطو حدايا. غنحتاج ثلاثه ديال الفرماجات، وغنحتاج هذا ديال الكيك، وغنحتاج فريز، وغنحتاج هاد الدانون، وغنحتاج هذا كبير، وغنحتاج دانون ديال الشوكولا. باغا ندير واحد الوصفه، بقاو معايا. غنشدو طبسيل بحال هذا، اول نتوما كتعملو الطبسيل اللي بغيتو. غنحتاجو هذا، غنشدو بان هذا ديال الكيك شوكولا، نتوما ديرو اللي بغيتو. غنحتاجو قمره، عرفتي اليوم شفت كرشي وحق الله تخلعت بزاف، خاصني نقص، ولكن تنقول راسي نقصي واحد، راسي يقول يا هويان تبرعي وجي واحد النار مابقى عندك والو بنتي. المهم اش كديري ريتاج؟ خاصني نزيد الكيك، نتوما نوعو، انا غندير نوعيه وحده اخرى بيضاء. اش كديري سيدي بنتي؟ غنحتاج عاوتاني هذا، سكتي شويه صافي انا كنصور، سكتي. شوكولا، غنشد هاد الشوكولا غنديرها فوق الكيك. هاد الوصفه رائع جدا بالنسبه للبنات اللي بغاو يغلاضوا، جبت لكم احسن وصفه باش تغلاضي. غادي نزيد، نحتاج الكيك، بقاو معايا. نحتاج واحد النوعيه وحده اخرى على خيري فيها الشوكولا، ولكن غنحتاج غنزيد غير هذه. اوكي نزيد عاوتاني هذا، هانتوما غنحتاج هذا التيبان هذا، غادي نحلو هكا بحال هكا، غنحلو غادي نحل واحد الفرماجة، يعني ثلاثة د الفرماجات، هانتوما. هاد الاكله تجي زوينه وسهله ورائعه جدا. صافي الفرماجه الاخرى غنحتاجوها في الكيك. اوكي كنحلوه بحال هكا، ولكن اختي بشويه عليه، غنحطو فوق منه هاد الفخماجه. اوكي هاد الاكله هادي صراحه تحتاجوها غير الغلاض، اما يختي الضعاف وميكان. صافي هذا اختي اللبن جتو ليا، انا من النوع اللي تيشرب اللبن بزاف،
فهمتي؟ اختي بزاف عليا لاضيت غندير الثلاجه. اوكي صافي دابا غنحتاجو دانون هذا. احتاج ديروا النوعيه اللي بغيتوها. هذا ديال الفخاز غادي نحطوه. مشكله انني خاصني نشوف وبقاو معايا حتى نوريكم الوصفه حيت ما يمكنش اختي نصور ونوريكم. راه كتجي واعره خاصكم تذوقوها. بلا ما ندير هذا حيت غنديرها شويه. اسكتي بلا ما ندير انايا. شوفوا انا ما خصنيش نكثر من دانون حيت كاينه انا وريتاش. نتوما الا بغيتي ديروا بزاف بحال هكا كثروا كيكه وكثروا دانون داكشي. انا هذا غادي نخبعو صافي. دابا غادي نقرب دابا الفخاز صافي. غادي نحتاج غير جوج فخريزات بحال ولا ثلاثه كاع غير تزين صافي. هذا غنديرو في الثلاجه وغنوريكم وصفه ساهله مهله وزوينه صافي. هانتوما خلت تزيين. انا كنشد الفريز بحال هكا نتوما زوقوا ديروا فهمتي. كنشد الفخاز والله قوم معايا طاحت لي هذه. صافي انا ساليت غادي نجمع الروينه وغادي نصور لكم. اوكي احبابي انا ساليت الاكله ها هي. انا غادي نصورها لكم دابا وغنحطها لكم في المينياتور. شي حاجه او ماي جاد طوب كتجي زوينه ولذيذه. بلاتي نصورها لكم ما شتونيش. انا دايره الزيف حيت مدوشه. دوشت انا وريتاج وخرجنا الكارفور وتقدينا وداكشي. بقاو معايا حتى نوريكم الاكله. نتوما هذه هي الاكله. كتجي زوينه وسهله مهله. كتجي واعره ما نكذبش عليكم. تناكلها انا وريتاج سهله شي حاجه كلاس. هذه الاكله نقلتها انا من واحد الدوله جات جنب امريكان. دابا غنمشي نحطو وغناكل انا وريتاج. بقاو معايا نتوما احبابي. هذه هي الاكله غنصورها لكم وغنحطها لكم في المينياتور. بالنسبه للديكور كتجي زوينه وبالنسبه يعني في الماكله كتجي زوينه. بقاو معايا. احبابي ديروا لي لايك وديروا لي جيم. وهاد الوصفات اللي كنعطيكم ساهلين وكلاس وتيجيو زوينين. كنتمنى ديروا لي لايك. ويلي اللي كنتمنى ديروا لي لايك وديروا لي جيم. كي جيت كنبان لكم بيضه. انا اختي دوشت اليوم كنحس بالنقاء. اليوم الجمعه ما خرجتش دوشت وداكشي. انا جايه دوشت وداكشي. شوفوا حجباني راه كبروا. انا جاي شوفوا حجباني. شوفوا حجباني راه كبروا ما شاء الله. قل اعوذ برب الفلق. عقلتوا فاش حسنتم؟ الأكلة زوينة ماما. يلا كول الفريز. تبدأ بالفريز ولا ايه كولي.